طبعا في فقرة أولا كالعادة نستقبل الأستاذين جان عزيز وحسين أيوب، وتنضم إلنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الصحفية رندا تقي الدين. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة استقبل النواب عماد الحوت، سليم عون، ميشيل دويهي وقاسم هاشم. مباشرة إلى فقرات أولا. جان عزيز، حسين أيوب، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. مساء النور. من أحد لأحد تقريبا نفس العنوان الكبير اللي هو رئاسيات، ومنه يتفرع العديد من التفاصيل والعناوين الفرعية، ولكن كلها عم بتدور بحلقة مفرغة ما عم نوصل لحلول. اليوم بدنا نستعرض نحن وياكم ماذا في زيارة الموفد الفرنسي، ماذا بعد جلسة 14 حزيران، والآفاق أو الأجواء الإقليمية والدولية ومدى انعكاسها على الداخل. ولكن قبل ما بلش معكم، تنضم لنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الصحفية رندا تقي الدين. سيدة رندا تقي الدين، مساء الخير. مساء الخير أستاذ جورج، لك ولا ضيوفك. ست رندا، بداية بدي بلش أنا وياك، يعني في موضوعين أساسيين، لقاء ماكرون بن سلمان والموفد الخاص إلى لبنان وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان. بداية لقاء ماكرون بن سلمان، كثرت التحليلات، كثرت التوقعات، ولكن يبدو أنه لبنان في آخر الاهتمامات. ماذا لديك من معطيات معينة حول هذا اللقاء؟ أستاذ جورج، مثل ما تفضلت وقلت أنه لبنان كان يعني كان جزء صغير من المحادثات اللي هيمنت عليها العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية، ولكن بالنسبة للرئيس ماكرون بتعرف قديش مهتم بلبنان، ودينامية الاهتمام الجديد تبعه انه بعت جان إيف لودريان هلا ليستمع ويشوف الحلول. لما حكيوا عن لبنان، الرئيس ماكرون قال له لولي العهد السعودي انه لازم هالتطبيع بين إيران والسعودية يؤدي إلى أنه يظهر أنه في نتيجة على استقرار الإقليم، وأول شيء بالنسبة للبنان أنه تسهيل انتخاب رئاسي. ولي العهد قال له أنا رح نسق معك بالملف اللبناني، هو هيك عم بيصير يعني. نعم. السعوديين عم بنسقوا مع الفرنسوية على الملف اللبناني. لاحقاً من بعد زيارة لودريان وتقديمه تقرير للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته، وبعد ما يستمع لكل هالناس، أكيد بده يصير في تحرك. هذا مش معلومة بس أنا تحليلي أنه بصير في تحرك مشترك بين فرنسا والسعودية، لأنه لما يقول ولي العهد للرئيس ماكرون أنا رح نسق معه، وهذا خبر، معناتها أنه رح يصير في تحرك لاحقا لدفع هالانتخاب، لأنه بيعتبروا أنه لازم يكون في انتخاب رئيس بلبنان. هلأ ما دخلوا بقصص الأسامي، معلوماتي أنه ما فاتوا بتفاصيل الأسامي لأنه كان عنده أمور أخرى مهمة ولي العهد يحكي عنها. نعم، يعني هيدا أنا اللي كنت بدي أسألك عنه، إذا في عندك معلومات أو معطيات عن الأسماء، خاصة أنه كان في جلسة، يعني جلسة وكان في اسمين يعني، وكان في أصوات معينة توزعت، يعني الدخول بالأسماء يبدو وكأنه من البديهيات، رغم هيك ما صار في دخول. ما على غدا عمل، وين في ما أنت تفضلت وقلت إنه قديش كان في ملفات يعني ناقشوها، كان في العلاقات الثنائية، كان في الطاقة، الهيدروجين، كان في أكسبو 2030، العلاقات الدفاعية، كان في 100 ملف. الملف اللبناني ما حيفوتوا بتفاصيل الأسماء، لأنه أولا ولي العهد عنده فريق مسؤول عن لبنان
اللي هو نزار علاولة والسفير بلبنان نعم وليد بكاري، نعم فمش حيفوت هو بالتفاصيل، بخلي فريقه يفوت بالتفاصيل على الأسماء، ما راح يفوتهم بالأسماء نعم بهيك غدا عمل يعني. نعم طيب، يعني حتى شارك بالمحادثات الثنائية عن الجانب الفرنسي إيمانويل بون و باتريك دورال، يلي هن ما أيضا كانوا جوا، ما إيه كانوا جوا، ما كانوا كان جوا. لا كان 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 لقاء منفرد، بس لأنه فرنسا بلد مؤسساتي بيعمل لهم بريفينج الرئيس من بعد ما من بعد الغداء، بخبر وزيرته، بخبر فريقه نعم المستشارين يعني، نعم بس ما كانوا بقلب الغداء، لا نعم الغداء كان منفرد بين الرئيس وولي العهد. نعم طيب، زيارة وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت وسلسلة اللقاءات التي سيعقدها، وقيل أنه دعا مجموعة من الشخصيات إلى الغداء في السفارة الفرنسية نهار الجمعة، هذه المهمة، هل هناك مبادرة فرنسية جديدة؟ هل هناك توجه فرنسي جديد بالنسبة للأزمة الرئاسية، أم هو استكمال لما بدأته فرنسا؟ هو استكمال، بس هو دفع مثل ما قلت لك دينامية جديدة، ودفع انه يفرجي ماكرون من بعد زيارة غبطة البطرك، وبعدين ترشيح جهاد أزعور، قبل ما كان في مرشح جهاد أزعور، بعدين صار في جلسة 14 زيران حصيران، كل بعد كل هذه هلا لودريان بده يجي يسمع الكل ويشوف شو هن الحلول الممكنة ويقدمها للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته مثل ما قلت لك. ولكن أنا بتصور أنه لاحقاً بيروح على السعودية، أو بيشوف علاولة، أو بيشوف يعني بيشوف أي مسؤول سعودي معني من بالشأن اللبناني. نعم معني بالشأن اللبناني، وبنسق معه، او بيصير في تحرك مشترك. بس نحن لسه اليوم ما في شيء بيقول انه رح يصير في تحرك مشترك، او هيدا الاجتماع اللي بيقولوا الخماسي ومدري شو اللي طلع ببيروت انه بكره في اجتماع خماسي، ما بعرف كيف يخترعوا الناس. ما في كان شيء تاني، ما كان في شيء هيك ابدا، لانه انا سألت المسؤولين هون كانوا يقولوا لي لا ما في هيك، انا عم بحكي من جمعة يعني. نعم ست رندا، نعم هذا هو اللي عندي. نعم بالختام، هل وجهة النظر الدولية، مش بس الفرنسية، يعني الفرنسية والآخرين، يعني الفرنسية السعودية الأمريكية، هل وجهة النظر تجاه لبنان أنه من ساعتكم بس أنتم دبروا حالكم بإيدكم؟ لا أكيد مش وجهة نظر فرنسا، افتكر مش وجهة نظر سعودية، لأنه السعودية شايفة إنه فرنسا مهتمة، وفي شراكة مهمة بين السعودية وفرنسا على صعيد ولي العهد السعودي وعلى صعيد الرئيس ماكرون. يعني ولي العهد السعودي يمكن كان مهتم هالقد لأنه عنده أمور كبيرة عم بيهتم فيها، ولكن كمان مهتم بالعلاقة بفرنسا، لذا بقول إنه أكيد في اهتمام، يعني مش مثل ما عم بتقول إنه شو بدنا فيه، شو لبنان هلكنا وهيك أها كذا. أها شكرا لك السيدة رندا تقي الدين، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لك. أهلا. أستاذ جان، بدي أبدأ معك من الجهد الفرنسي أو المبادرة الفرنسية وزيارة جان إيف لودريان المتوقعة أو المنتظرة هذا الأسبوع، ماذا تريد فرنسا أن تقول هذا الأسبوع مع جان إيف لودريان؟ خليني بلش لك انه هناك معلومه ما كان متاح من اولى وقت اللي راح البطرك الضايع على فرنسا، الان صارت تقريبا مسموح بقولها، هو انه الرئيس ماكرون قال له للبطرك الضايع بلقاء المنفرد بانه انا افكر بارسال موفد الى لبنان، وافكر بتسليم هذه المهمه الى الوزير جان ايف لودريان، لكن لم أخذ موافقته بعد، لذلك لن نعلن عن الأمر بانتظار
انه يبلغ موافقته، وكان هالكلام بسياق بحث ماكرون مع البطل القضائي باعاده تقييم المبادره الفرنسيه، وهذا اللي سميناه وقتها ريسيت، انك تصفر المساعي وترجع تبلش من جديد. وبالتالي مهم جدا انه مهمه لودريان كانت نتيجه اعاده البحث، اعاده المراجعه، اعاده النظر بالمبادره الفرنسيه، وتحديدا من بعد اللقاء مع البطل القضائي. ايه بس اعاده النظر بما قيل وقتها انه دعم كل فرنسا المبادرة لخيار سليمان فرنجي، كل المبادرة و... يعني شو فرنسا غيرت وجهه تحركها او غيرت طرحها، ام هي ما زالت عند نفس الطرح حسب معلوماتك؟ المعلومات مثل ما قلت ريسيت، اعاده تصفير، الغاء كل الافكار المسبقه والبحث من جديد. هلا اكيد بلبنان طلع كلام انه لا هيدا تكتيك مناوره، وجابوا جان ايف لودريان لانه مش بس كان وزير خارجيه، كان وزير دفاع وشغل على صفقات تسلح مع السعوديه، وبالتالي اكثر قدره على اقناع السعوديين بتقطيع المبادره اللي كان حملها دوريل. مش صحيح هذا الكلام، والايام ستثبت ذلك. في تبع عناوين تصفير، ايه تصفير وعناوين، انه شو استطلاع يعني، اما شو جان إيف لودريان ينطلق من ورقة قدمت إلى الفرنسيين وتم تبنيها من قبل كل إدارة وستطرح على اللبنانيين، بتقول أنتوا من بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عملتوا انتخابين رئاسيين وفق نموذجين اثنين، مشان سليمان اتفاق دولي عقد بالدوحة كان مبارك عربيا ودوليا، وانتخاب العماد ميشيل عون كان نتيجة انضاج لبناني. اليوم انتم قدام تختاروا نموذج من هذين الامرين. النموذج الاول غير متاح بالمدى القريب، النموذج الثاني عم تتولوا انتم عرقلته بشكل مستمر، عليكم انه تحاولوا تنضجوا شيء جديد. ولذلك مش صدفه ولا تفصيل انه رح يقعد 3 ايام، رح يعمل مسح شامل لكل المعنيين بالسياسه اللبنانيه، مش بس لقاء الجمعة بقصر الصنوبر، رح يكون عنده زيارات لكل المعنيين من دون أي استثناء، كل الأحزاب، كل التيارات، كل القوى السياسية. يعني رح يتفاجئوا اللبنانيين بالمروحة الواسعة من اللقاءات اللي رح يعملها، يعني من معراب لحارة حرام طبعا طبعا وما بينهما طبعا. بدي أضيف ملاحظة، أنه لودريان كان عنده تجربة بلبنان بتموز 2020، فلذلك بس هيك تمني، تما اقول نصيحه ما بحق لنا ولا بنسمح لحالنا ننصح، تمني على المسؤولين اللبنانيين يتذكروا بتجربه تموز بال 2020 مدى صراحه جان ايف لودريان بالتعاطي مع المسؤولين، وخاصه يومتها الاشكال مع رئيس صرامي. الحكومه اس حسان دياب. فهذا رجل بيقولوا بالفرنسي المشباد سيمو، يعني ما بيعلو كلماته، بيقول الامور بصراحه بدبلوماسية إنما بكل الحقيقة. فبتمنى أنه يلتزموا بهذه المعلومة بالتفاوض معه للوصول إلى نتيجة. وقت صار فيه يعني الإشكال أو لهجة، يعني كان هاي الخبرية الشهيرة أنه لهجة غير لائقة لاتجاه رئيس حكومة لبنان، وقت قيل له أنه أنت ما بتعرف لبنان يعني، وما بتعرف عن شو عم تحكي. فالمهم أنه لا، هذا زلمة بيعرف البلد، بيعرف عن شو عم بيحكي، وخاصة أنه إيه مهمته ما رح تنتهي الجمعة، مثل ما تفضلت السيدة رندا، سيرفع تقريره إلى ماكرون شخصيا ومن ثم تتابع المهمة. نعم. حسين أيوب، يعني بهالمشهد الإقليمي والدولي، اللقاء الفرنسي السعودي، الزيارة السعودية إلى إيران، فيصل بن فرحان بالأمس، التقاطعات الإقليمية والدولية، أين لبنان في كل هذا المشهد؟ هلأ واضح من خلال اللي قالته زميلتنا ست رندا أنه لبنان مش أولوية، يعني ما حدا قاعد حاطط لبنان أولوية حتى بقمة مثل القمة السعودية الفرنسية. بس خلينا اذا بدك نطل شوي على المشهد الدولي، واضح انه في مرحله انتقاليه بالعالم، وهي المرحله قد تستمر يعني سنوات. بس عندك محطه اسمها الانتخابات الامريكيه بتشرين الثاني 2024. من هون للانتخابات الامريكيه ما حدا بده يخل بالتوازنات الدوليه، الاولويه عند الامريكان يستمر التحشيد بالموضوع الاوكراني، إذا بيقدر يعمل انتصار بيقدر يستثمره، إذا ما قدر يعمل استثمار مستمر الحرب للأسف، يعني مع كل ما تعنيه هذه الحرب للروس والأوكرانيين وبما تعنيه للبشرية كليتها.
جزء من هذا يعني إذا بدك عدم الإخلال بالقواعد اللي حاكمة أو ناظمة للواقع الدولي جزء منها العلاقة بالمنطقة، وبالتالي ما حدا بده هلأ يوجع راسه بالمنطقة لا بنزاع جديد ولا بأنه النزاعات القائمة تتفاقم أو تتطور إلى آخره. عم بيشوفوا المنطقة بعدنا مثل ما قلنا المرة الماضية من خلال التقاطعات مع مصالحهم الاستراتيجية، ولا سيما عندنا موضوع ترسيم الحدود البحرية، وهذا مسار بتصور مكملين فيه الأمريكان، وبلش يعني اجت اول اشارات للحكومة بانه ستبدا يعني عملية الحفر، يعني وصول الباخرة او المنصة اللي بتتولى الحفر الاستكشافي بأيلول باول ايلول على انه تنجز مهمتها قبل نهاية السنة. نعم. واضح انه الأمريكان هذا الموضوع مهتمين هذا اللي يعني مكملين. هذا اساسي. الإيقاع الثاني بالمنطقة هو الإيقاع الإيراني السعودي. بالإيقاع الإيراني السعودي، وطبعا هم بين مزدوجين، يعني الإيراني بما يخص الانتخابات الأمريكية عم بيحاول يعمل تفاهمات جزئية مع الأمريكان من هلأ للانتخابات الرئاسية، بيقول لك أنه أنا بعمل تراكم بس ما قادر أعمل هلأ اتفاق كامل، والرئيس ممكن يتغير بعد سنة ونص، ولا الأمريكاني بده يعمل هلأ اتفاق مع الإيرانيين، يمكن للأسباب نفسها أو لأسباب تانية. عم ينعمل مجموعة تفاهمات على قاعدة خطوة مقابل خطوة، بدأ تنفيذ عمليا لهذه الاتفاقات. مفترض أنه هذا المسار يبني ثقة بين اثنين وصولا إلى أول 2025 إذا كان ربحه الديمقراطيين، يعني بايدن أو حدا غيره، عمليا بيكون الاتفاق الكبير موجود على الطاولة، وبالتالي واضح أنه الإيراني مراهن على ولاية جديدة لبايدن. بالمقابل السعوديين رهانهم الأساسي على الجمهوريين، يعني وإذا ترامب وطبعا دون وصوله صار في موانع دستورية وقانونية، بس واضح أنه رهانهم الأساسي على فوز ترامب، على فوز الجمهوريين. وبالتالي هلأ بالمنطقة عمليا قدام هذا الاصطفاف الكبير اللي عم نحكي بالمشهد الدولي والاصطفاف بالمشهد الإقليمي، ما حدا بده يخل بالتوازنات. وين انت بتحط لبنان؟ وين لبنان بيطرح لك هذا الموضوع سؤال اساسي، هل نحن منروح على انتخاب رئيس ومن بعده هذا الرئيس بيتحمل مسؤولية اطلاق ورشة حوار، او نطلق ورشة حوار وبتاخذنا على رئيس الجمهورية؟ انا بالتقدير واللي عم تقوله زميلتنا واللي عم بيقوله زميلنا، بقول انه لدريون جاي على البلد بده يعمل هذا المسح. شو بده يجي يقول؟ بده يقول هاي التقاطعات وهي عناصر الاختلافات الاساسية بين اللبنانيين. تفضل يا ماكرون، هذه هي القضايا، هاي شو تقتضي؟ تقتضي اطلاق حوار. يدعيهم يعني بتتوقع انه يكون في دعوه فرنسيه؟ هلا هون في اشكاليه كثير كبيره حول موضوع الحوار. اشكاليه اولا اذا كان محليا الرئيس بري بلغ وقت اللي اجى الوفد من عند البطرك الراعي برئاسه المطران عبد الساتر، قال له انه انا لم اعد المرجع الصالح لاطلاق الحوار، خلي البطرك، انا عملت الحوار وقت اللي كنت مش متبني ترشيح فرنسيه. هذا شيء قاله لزميلنا الاولى نصيف، يعني انه انا وقت اللي كنت بعدني مش طارح الترشيح كان في يقضي على الحوار، انا صرت طرف معش وسطي وبالتالي معش المرجع الصالح. هلا هو عم يعملها هلا يعني تيعمل قوه دفع على الاخرين يجوا يطلبوا منه الحوار في مرحله لاحقه، هذا بصير موضوع ثاني مثل موضوع وسيم منصوري والمصرف المركزي. بكركي واضح انه البطرك كمان عم بيقول انه ما حدا بده يقعد مع حدا. هل الفرنسيين بيعوضوا عن هذا الشيء بيكونوا هن عم يديروا الحوار بطاوله بيعملوها بقصر صنوبر او بمحل ثاني؟ في علامة استفهام، بس واضح واضح انه قدام هاي التشابكات وقدام هاي التقاطعات نحن رايحين على مسار بياخذك على حوار، وهذا الحوار قد ينتج رئيس وغير رئيس. جان عزيز، جلسة 14 حزيران 59 جهاد أزعور، 51 سليمان فرنجية، ورقة ضايعة، ورقة ملغاة، لبنان الجديد، زياد بارود، جهاد العرب، جوزيف عون، ماذا بعد؟ على ضوء هذه الأرقام وهذه الأسماء اختصر اليوم البطرك الراعي بنسميها مهزلة، صورة يمكن قاسية بس أنه موضوعية. بهالجلسة أنا بس بدي أعمل ثلاث ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى، الله يرحم الوزير السابق الكبير، الإنسان الكبير اللي سابق، مشهورة مقولته أنه بلبنان الرقم وجهة نظر، بس انه مش هالقد، انه صحيح الدعم بلبنان وجهة نظر بس مش هالقد. يعني الصورة اللي انعملت معبرة جدا انه اينشتاين واقف قدام البرلمان اللبناني وعم بيشوف انه طلعوا ال 51 اكثر من 59 وال 128 مقتنع بيعملوا 127 صوت، فمعليش يعني انا تمنية على السياسيين وعلى اللي بيطلعوا على الاعلام
انه يوقفوا اهانه لعقول ناسهم مش للاخرين. طب ما صار لكم 6 شهور، بس اذا بترجعوا لارشيف الجديد كم حدا طالع عندكم يقول ال65 مضمونين وتفضلوا على جلسه تنفرجيكم، من الاصدقاء للي ما بتعرفهم صار لهم 6 شهور بيهددوا انه ال65 موجودين، تنتهي بانه بتفلوا من الجلسه. فمشان هيك انه الرقم خليه يضل رقم ونقول انه في مأزق. طيب بالمقابل في الجماعه الاخرين كانوا عم بيقولوا انه اقل شيء بيوصل 65 جهاد ازعور، طلع انه لا 59. مشان هيك اللي عم بقول لك اياه في مأزق، مش انه بس هوديك ما طلعوا قالوا انه اعلن جهاد ازعور الرئيس، قالوا انه في مأزق. بالمقابل طلع ناس كمان يمكن على الجديد او على غير شاشات اعلنوا فوز مرشحهم بال51 صوت. هلا طلعت بعدين تمثيليه انه زمطنا البلد من فتنه ومن انفجار، انه كان جهاد ازعور نازل يحتل لبنان يعني ويعمل 15 حزيران جديد. فاول خلاصه للجلسه انه نخلي الرقم عنده قيمته بلبنان ويوقفوا اهانه لعقول ناسكم. ثاني ملاحظه، اذا بتشوف المسح للاقتراع اللي صار بالجلسه، اكيد سليمان فرنجية أخذ أكثر من 10 أصوات مسيحيين، يمكن 12 و13 ويمكن أكثر، يعني مستحيل إلا ما يكون أخذ هالرقم من أصوات المسيحيين. لكن في مفارقة أنه من هال12-13 نائب مسيحي في 5 بس تجرأوا على أن يقولوا نحن أعطينا أصواتنا لسليمان فرنجية، الباقيين لم يجرؤوا وتعاملوا مع الموضوع وكأنه عم بيعملوا تهريبي أو مرتكبين جرم شائع. لأنه هل الامر انه هو مدعاة خجل تأييد سليمان فرنجية؟ اكيد لا. سليمان فرنجية منه مدعاة خجل لاي نائب مسيحي. نعم. انما هيدا مؤشر الى اين وصلت صورة حزب الله في البيئة المسيحية، وهي انا على المستوى الشخصي هي مدعاة مرارة لإلي، لانه نحن اللي حاولنا من 17 سنة انه هذا التفاهم اللي اعتبرنا انه حمى لبنان كنا نتفاخر فيه وكان مدعى مباهاة لإلنا، تفضل يا حزب الله مع المسؤولين بالمقابل المتفاهمين معك. وين وصلت هذه الصورة أنه نائب يصوت ويستحي يقول أنه صوت؟ وهذا موضوع على المستوى الوطني خطير ويجب التوقف عنه. بس هيدا أنه عم يستحي يقول لأنه فريقه ملتزم بالتصويت لجهاد أزعور وما بده يبين، يعني ما حدا عم بيعترف، شو ما كان ما حدا عم بيعترف أنه تسرب كأصوات، وبصير في اتهامات متبادله انه العونيه اتهموا اللقاء الديمقراطي انه قال في اصوات منهم راحت لفرنجيه، والاخرين اتهموا انه في اصوات من عند جبران باسيل ما قدر يضبطها كلها. بالنسبه لقراءتك، هل هناك 5 أصوات من تكتل لبنان القوي حكما صوتت للسيمان فرنجيه؟ هلا ضيعت الفكره. لا ما عم ضيع، عم بحكي مش عم بقول هودي كلهم من التكتل جبران باسيل، انا عم بقول بشكل عام الارقام في 8 على الاقل 8 نواب مسيحيين استحوا يقولوا صوتوا. انا سؤالي انا ما بفوت بهذا الموضوع، هن قالوا انه حتى عندكم من يومين قال انه بكره في اجراءات وبكره في اعلان، ما بدي فوت بهذا الموضوع، هذا موضوع داخلي بيتفقوا هن عليه، مع انه انا اعتبر انه كل نائب واصل باصوات التيار عنده وفاء وعنده ولاء لميشيل عون، بستبعد انه حدا يكون تراجع عنه الا الطارئين على ميشيل عون وفكر ميشيل عون وتيار ميشيل عون، ودي تتوقع منهم كل شيء، بس مش هاي الفكره. الفكره انه انا عم بتوجه لحزب الله، نحن اللي هذا التفاهم اللي تفاخرنا فيه العالم انه حمى لبنان واوجد هذه الاوسموز بين كل البيئات، ليك وين وصلت الامور. نعم. في خلاصه ثالثه يا استاذ جورج، انه كيف بعد جلسه 14 حزيران كيف بينعمل رئيس بلبنان؟ وهذا هو السؤال الأساسي. أنا بس بدي أذكر المعنيين، ميشيل عون سنة ال15 وال16، وهذا ميشيل عون حامل أكبر كتلة نيابية ووزارية مش بس بتاريخ المسيحيين، بتاريخ لبنان، حمل أعوامه 80 وحمل معه كل تاريخه من سيدة البير لسوق الغرب لل13 تشرين، وطلع على معراب تحت الشتاء، وراح جبران باسيل على جدة وعلى الرياض، اجتمع بسعد الحريري شي 10 مرات، لا حتى تنضج شيء لبناني بيوصل لرئاسة جمهورية. ما في واحد يقعد ويقول
انا اعين لكم رئيسا للجمهوريه، نحن قاعدين ونحن مش عم نعمل شيء. هيدي عملها رستم غزالي وغازي كنعان بايامهم وشفنا وين وصلوا. فمشان هيك ما حدا بيقدر يكسر فريق بلبنان، لا حدا بيقدر يكسر الثنائي الشيعي، ولا حدا بيقدر يكسر المسيحيين. اللي بده يعمل رئيس جمهوريه في طريق عبر اداه لبنانيه، واذا لا بيكون واحد ما بده رئيس جمهوريه. هي خلاصات جلسه يعني لازم سليمان فرنجيه يطلع يعمل حوارات ثنائيه او اللي رشحوه او اذا بدهم رئيس هذه الطريق. عم لك بس مش عم بيقبلوا يتحاوروا معه إنه يعني الرئيس بري ليش انه وقت بلشنا معركه وقت بلشنا معركه ميشيل عون انه كان سامي جعجع بيقبل يحكي معه او كان سعد الحريري بيقبل يحكي معه، انما بيصير جهد وبيصير مسابره وبيصير تنازلات وبيصير تسميات وبيصير منطق اقناع لا اكراه. هلا جايين عم بيقولوا لك عندنا 65 صوت، وعم بقول لك رجعوا لارشيفكم وشوف لي كم واحد قال ست اشهر 65 موجودين. بس هو هو الرئيس بري، الرئيس بري دعا للحوار وما قبله. الوزير سليمان فرنجيه قال بالمقابلة معي إنه هو مستعد يعمل حوارات ثنائية مع من دكتور جعجع لميشيل معوض لسامي الجميل لكذا لكذا ويقنعه. طيب يا أستاذ جورج، في الحوار له أسس وله مسلمات. ما فيك تقول للناس أنا بدي حاوركم لفرجيكم إنه مرشحي هو الوحيد اللي بيصلح وهو الوحيد الجدي. هاي مش مسلمات حوار ولا منطلقات حوار. الحوار له مسلم إلا إذا عم بقلك ما بدك رئيسي. نعم. وهذا أمر مطروح على الكل. حسين أيوب، جلسة 14 حزيران، توزع الأصوات، مواقف الكتل يلي كانت وسطية، اللقاء الديمقراطي، الأصوات اللي تسربت، يعني كل هذا المشهد ماذا يقول لك؟ الكل في مأزق، يعني ما حدا هلا قادر ينتج بأي معادلة رئيس الجمهورية. كل عنده قدرة على التعطيل، كل عنده الثلث المعطل، بس ما حدا لا قادر يكون عنده التلتين وحده، ولا حدا لهلا بالمعطيات الحاليه قادر يوصل لل 65 لوحده. كان في وهم اقله يعني جرب يقولوا الفريق الداعم لجهاد ازعور قبل بالساعات الاخيره قبل الجلسه انه هو يملك احتمال يوصل ل 67 68، بين انه دون هذا الامر يعني في اشكاليات عديده. هلا انا بعتقد صارت الجلسه ورا ظهرنا يعني، وبتصور انه امكانيه الدعوه الى جلسه بالمدى القريب مستبعده. بدنا ننطر يعني لبعد عيد الاضحى، بدنا ننطر مهمه لودريون. ما ننسى انه كمان بالوقت اللي عم يدفع الفرنسي للحوار وعم بيحاور اللبنانيين، البيان الاخير للبيت الابيض يعني اللي رحب بانعقاد الجلسه حث اللبنانيين على التواصل والتحدث مع بعضهم، يعني وصولا للتواصل الى قواسم مشتركه. فمبين المناخ الدولي هو الدفع باتجاه حوار. هل نرجع للسؤال الاساسي، مين بده يدير هذا الحوار؟ في علامه استفهام حول هذا الموضوع. بس اكيد الجلسة عملت مجموعة يعني خلاصات لازم الواحد يتوقف عندها. التصويت واضح انه التصويت الشيعي كان في بلوك واحد، في تصويت جزء من يعني القوات والكتائب كمان بلوك واحد، في علامات استفهام حول التصويت اللي صار بكتلة لبنان القوي، هل صوتوا او ما صوتوا؟ في علامات. في النواب التغييريين والمستقلين، وانا برايي هون كمان حسنا انه صار في فرز، بمعنى انه بين انه اخر شيء في 9 نواب راحوا على خيار جهاد ازعوري اللي بين مزدوجين هن نزلوا ب 17 20، كانوا عم بيقولوا كلكم يعني كلكم، وكان هذا واحد منهم لهالتجربه. في بقي 6 نواب اللي هن 3 تغييريين و3 مستقلين اخذوا خيار زياد بارود. هودي انا برايي هن صاروا النواه اللي قابله لانها تكبر وينبنى عليها اقل على مستوى قوى التغيير. هول الست سته، وانا رايي حتى هودي يمكن بجلسه رقم 13 يعني يصير في فرز بيناتهم. وبعدين في عندك شعار لبنان الجديد، وفي عندك النواب السنه، هيدا بيحكي على اشكاليه كتله النواب، يعني الكتله السنيه 27 نائب سني كيف بدهم يصوتوا؟ وهذا بياخذك على معضله الواقع السني بلبنان. حكينا عنها سابقا انه اليوم مين المرجعيه اللي بدها تقعد بكره على طاوله حوار بدها تمثل هذه الكتله النيابيه السنيه؟ واذا اليوم بدك تحط خيارات ان كان لها علاقه برئاسه الجمهوريه او رئاسه الحكومه، مين بده يقول عن هاي الكتله مين هو مرشحه لهون او لهونيك؟ هلا هذا مسار، هل بالضروره ياخذنا على رئيس بالمرحله اللي جايه؟ انا ما شايف هلا في تعديل، في اقله في انتظار لموقف وليد جملاط. عندك الاسبوع المقبل يتوج يعني تيمور جملاط رئيسا لحزب التقدم الاشتراكي، من بعد تتويج
هل ممكن بالجلسة 13 أو اللي بعدها يعمل انعطافي وليد جملاط؟ أنا بتصور أنه رح يكون موقف وليد، بس مش بالضرورة يروح لعند السلمان فرنجية أبدا، ما مبين لهلأ أنه في وجهة من هذا النوع، بس عمليا هذا عم يكبر الكتلة يلي واقفة بالوسط يلي هلأ طلعت 18، أنا برأيي بترتفع بتوصل ل 28، وبالتالي هي بتكون كتلة مع وليد جملاط يعني مع اللقاء الديمقراطي، مع اللقاء الديمقراطي، وربما يصير في انزياحات تانية داخل الكتل. بالختام جان عزيز حسين أيوب، بدي أسألكم عن خارج الإطار الرئاسي، في عنا جلسة حكومة، في عنا جلسة تشريعية، في عنا يعني في بلد بده يستمر، يعني إنه في أمور بدها معالجة، كيف ممكن تصير هالأشياء؟ جزء من المهزلة اللي سميها البطرك، إنه يعني اللي طيروا جلسة 14 حزيران هلأ مستأثنين على الجلسة التشريعية، يعني لو ضلوا بالجلسة ب 14 حزيران يمكن حلوا مشكلة كل انفاق الحكومة، فهي جزء من المهزلة. إنما أكيد في شيء بيسموه ريزون ديتا، أسباب دولي بتقتضي أنك تمشي الأمور. بدي أتوقف بس عند الجلسة الحكومية والشيء اللي مفروض ويمكن يطرح يمكن ما يطرح أو من جدول أو من خارج الجدول، هو موضوع الجيش اللبناني. هناك البعض يراهن على شل الجيش اللبناني وعلى تعطيل الجيش اللبناني عبر ضرب نصاب المجلس العسكري، وهذا أمر بات معروفا. المجلس العسكري ذاهب إلى الشغور الكامل لنصابه القانوني، مما يؤدي إلى تعطيل الجيش، وحدا عم بيتوهم أنه بيقدر من بعدها يحط إيده على الجيش. أوقفوا هذا الوهم، الجيش اللبناني خط أحمر، وروحوا عينوا المجلس العسكري رغم كل العقبات. الآلية والمعيار صاروا موحدين، وكل المعنيين سلموا فيه أنه هو الأعلى رتبة بكل مذهب بيكون عضو. ما تتآمروا على الجيش اللبناني، بيكفي تآمر على البلد. حسين أيوب، بالختام الجلسة التشريعية غدا، هل هي ضرورة؟ ايه اكيد ضروره، يعني لازم يكون في خلاف، يعني ما لازم يكون في خلاف، لا بعتقد انه النصاب يعني شبه مؤمن للنصاب للجلسه، وبعتقد بموضوع الجيش يعني بتصور انه الرئيس بري عم يعمل قوه دفع انه كما حصل على مستوى الترقيات العسكريه كمان عم يعمل قوه دفع باتجاه تعيين المجلس العسكري، وحتى صار في تداول مع رئيس الحكومه بفكرة انه اذا وزير الدفاع موريس سليم ما عمل الاقتراح المطلوب منه يعمله لاسباب سياسية الى علاقة بالتيار الوطني الحر، يعني فكيف ممكن يكون، هل هناك صيغة اخرى طرحت، صيغة اخرى ان يأتي هو قائد الجيش مباشرة الى مجلس الوزراء وان يقدم اقتراح يقر باكثرية الثلثين؟ هذا الموضوع يقتضي موافقة الثنائي الشيعي، بتصور انه هذا الموضوع قيد البحث، وربما تكون يعني هناك مؤشرات بتقول بالحلحلة بهذا الملف.